نحن لوين حنروح؟ على مكان حلو. وين هذا المكان الحلو؟ مكان ما بيعرفه حدا أبدا. صار عندي فضول أعرف. هالمرة ما رح أسمح لحدا ينزع سهرتنا. متأكد إنه هون في مكان ناكل فيه؟ إيه متأكد. قصدك إنه هون رح نتعشى؟ أنت تعرفتي على شي حدا مثلي قبل هالمرة؟ أكيد لا. إيه خلص لك هن. لو بعرف كنت لبست شي أريح من هالفستان. بدك بنرجع فورا؟ لا لا شو نرجع؟ بدي أعرف لوين رايحين. أوصلنا لا تقلقي. تفضلي. كل شي بياخد العقل، يعني ما عم بعرف شو بدي أقول. بحياتي ما شفت اسطنبول بهالمنظر. لسه في كتير شغلات مخباية بهالدنيا. ما عم صدق ابنه، لما أكون معك كل شي بالدنيا بيكون غير. بحس بشي ما حسيته من قبل. بس لسه هي البداية. مين انت؟ انا ما بعرف شي عنك غير اسمك. انا كنت مفكرك مختلفه عن باقي البنات. تمام ما رح اسالك عن اي شي، انسى الموضوع. بس رح تقدري تنجحي. ايه طبعا، تصرفك حلو شو ما كنت تكون. في شي حابه اني اتصرفه؟ خليك مثل ما انت، واضح هيك. ما بعرف كيف بدي اقولها، بس وأنا معك بحس حالي كتير مميزة. فهمت علي شو عم قول مو؟ أي مميزة، وبعرف منيح أي وحدة لازم نقي. حلو وضوحك، وصدقك مأثر فيني كتير. ما في حدا صادق بهالدنيا. بس أنت هيك مختلف كتير، حتى على مستوى الرومانسية مفهومك كتير مختلف. كان عندي حبيب لاعب فوتبول، بلشنا بالعلاقة، وأول ما مرق أسبوع بلش يحاول. ما بدي أسمع أكثر. علي أنا بعتذر منك، بس كنت عم حاول أشرح لك إنه أنا ما بدي تحكي لي أي شيء عن علاقات قبل. ما بدي أعرف مين كان موجود قبلي. مفهوم؟ مفهوم، بس سامحني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.